سلام الله عليكم. المنطقة العربية تنتفض لتنزع عن نفسها درن الإرهاب. عواصمها تتعافى من هذا السم الأسود الذي أحال حياة العرب إلى جحيم. إلا أنه من لا يقرأ التاريخ لا يتعلم. فتلك أرض ما غزاها غاز أو بغى عليها باغ إلا وعاد مكسورا مقبوحا ومدحورا، فيما ظلت راية العرب منصورة. أهلا بكم. أبرز عناوين العرب في أسبوع نطالعها قبل أن نعود لنفتح أبرز ملفات العرب إلى هناك. نجحت قوات الشرعية اليمنية في السيطرة على منطقة وادي المنيسي الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت جنوبي البلاد. كشفت الكويت أن قيمة التعهدات الدولية في قمة إعادة إعمار العراق بعد انتهاء الحرب ضد داعش الإرهابي وصلت إلى 30 مليار دولار. رحبت الأمم المتحدة بالتعهد السخي من الإمارات والسعودية بتقديم مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أدت إلى انحراف مسار معركة التحالف الدولي ضد داعش. جددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في جلسة مغلقة تمديد سجن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، وحددت الجلسة المقبلة الشهر القادم. قتل 30 مهاجرا غير شرعي وأصيب العشرات جراء تصادم حافلة كانت تنقلهم قرب مدينة بني وليد جنوب غربي ليبيا. اختتمت في دبي قمة أعمال القمة العالمية للحكومات والتي تعقد بمشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية، والتي أوصت الحكومات بزيادة مساعيها للاستثمار في الشباب. أهلا بكم. على كل المحاور وبمختلف الأسلحة وبتعاون مع رجال الشرطة وبظهير شعبي كبير تضرب القوات المسلحة أوكار الإرهاب وتقطع دابره. مصر، هذا البلد الذي يحكمه رئيس تعهد بالقضاء على الإرهاب وأوفى بالعهد، مكنته خبرته من تحديد الجبهة التي لابد وأن يتوجه لها لتكون هي بداية نهاية الإرهاب. فلا شك أن سيناء هي المنطقة التي حاولت خفافيش الظلام التمركز بها للقضاء على قلب الوطن العربي والعالم، مصر. على الرغم من المخاطر وقف خير أجناد الأرض كالأسود لكي تشهد أرض الكنانة فجرا جديدا، فجر تترسم ملامحه من رحم العملية الشاملة سيناء 2018 التي بثت من خلالها المحروسة رسالة للعالم أجمع أنها لن تسمح أن يجد الإرهاب موطئا فيها، هو أو تلك الدول التي ترعاه والتي لا تفكر في شيء سوى تقويض أمن وأمان المنطقة التي تحيق بها المخاطر يمنة ويسرى. العملية الشاملة سيناء 2018، مصر تحسم معركتها مع الإرهاب، عنوان حلقتنا اليوم، والذي نناقش أبعاده تفاصيله وأسئلة كثر نطرحها، ولكن بعد هذا التقرير. بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء. نيابة عن المنطقة والعالم أجمع، تضغط مصر على الزناد وتصوب فوهات بنادق جيشها وشرطتها تجاه كل من استهدف أمنها وأمن أشقائها أو جيرانها. فاستكمالا للنجاحات السابقة، أطلقت القوات المسلحة العملية الشاملة سيناء 2018 والتي يشارك فيها قوات من الجيش والشرطة، عملية شملت خريطتها جغرافيا ثلاث مناطق رئيسية وهي شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر، هذا بجانب الظهير الصحراوي غرب وادي النيل. وغير النجاحات في القضاء على الخلايا الإرهابية، فقد بثت تلك العملية رسائل عدة أبرزها أنها أحبطت مخططات تلك التنظيمات والمتمثلة في الرغبة في السيطرة على شمال سيناء ومحاولة إعلان الخلافة وإفشال الدولة
وعدم تمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. العملية الشاملة سيناء 2018 أكدت على قدرة مصر بجيشها وشرطتها على بتر أي وجود لخلايا أو أذرع أو تنظيمات إرهابية دون الحاجة إلى أحلاف أو تكتلات كمثل تلك التي تسعى حاليا للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة. كما مثلت العملية ردا عمليا بأن القاهرة تمتلك كافة المقومات العسكرية للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تلك التنظيمات وطمأنة الإقليم حول القضاء على مختلف المحاولات الرامية لتكرار السيناريو الفوضوي بسوريا والعراق. أهلا بكم. مصر تحارب الإرهاب سيناء 2018. اسمحوا لي أن نفتح نقاشا موسعا في حول هذه القضية. أرحب بضيفي الكريمين في استوديو القاهرة، سيادة اللواء حسين عبد الرازق الخبير الاستراتيجي وخبير الأمن القومي وقائد قوات حفظ السلام في سراييفو وأنغولا سابقا. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أرحب أيضا بسيادة العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي نبدأ باليمين سيادة اللواء حسين عبد الرازق. نتحدث إذن عن عملية موسعة، عملية كبيرة تقوم بها القوات المسلحة في أماكن كثر. بداية سيادة اللواء، الدلالات الزمنية والجغرافية لهذه العملية في الوقت الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دعنا الأول نحيي أبنائنا في القوات المسلحة والشرطة الذين يقومون بهذه العملية ليوفروا الأمن والأمان والاستقرار لوطنهم ولشعبهم. يعني خالص التحية والتقدير لهم ولكل ما يقومون به ويسعدون به. بالإشارة للسؤال اللي تفضلت به، يعني أنا بتصور أن شمول العملية هو إعلان من الدولة، زي ما بيقولوا في الإنجليزي enough is enough. يعني كل ما حدث في الفترات السابقة من نبش هنا ونبر هناك وضرب هنا وضرب هناك واغتيالات، بنقول لهم لا، كفانا كده. احنا يعني قررنا ان شاء الله ان العملية تكون شاملة، بمعنى ان احنا كل مظاهر الارهاب ممثلة في الاشخاص، ممثلة في القدرات المخبئة عبر السنين اللي فاتت من إمكانيات مسربة عبر الحدود ومستولى عليها من ليبيا وما شابه. الناس كلها بقت على دراية بكل هذا الأمر. إحنا في عملية شاملة لاقتلاع الإرهاب، شخصية، أشخاص، قيادات، إمكانيات، وسائل مواصلات إلى آخره في جميع أرجاء مصر، مش بس حصرا على المنطقة في سيناء سواء شمالا او وسط. اليوم هناك استهداف لسيارات دفع رباعي على الحدود الغربيه. ايوه، شوف انت في يعني تحس ان هناك راس بتوجه كل هؤلاء، بتنشط هنا وتجيب من هنا، تساعد هنا وتهد هنا وتصعد هنا. تحس ان هناك توجيه، الناس دي بتتحرك بناء على ناس قاعده على خرائط وبترسم، ناس يعني لها هدف واضح ومحدد. وإحنا كمان بنقول هدفنا واضح ومحدد، اقتلاع الإرهاب من جذوره هنا في مصر. قيام قوات الجيش وقوات الشرطة بعملية شاملة في جميع الوسائل، يعني كل وسائل كلها المتاحة في القوات المسلحة وفي الشرطة مسخرة لتنفيذ هذا الواجب. شمول العملية على مساحة الأرض جغرافيا، بمعنى أنها بتغطي مصر كلها سواء في سيناء أو في الدلتا أو في الظهير الصحراوي غرب النيل حتى الحدود الغربية. نعم. مش هتنتهي هذه العملية إلا بالقضاء التام. يعني العملية دي مستمرة، والمناطق اللي بيتم تطهيرها بيتم فرض الأمن عليها. وعلشان كده احنا بنقول يعني العملية دي اقتلاع جذور الإرهاب، يعني مش هنسمح اطلاقا بكل ما هو موجود وكل النوايا اللي بتساعده وكل الدعم اللي بيساعده في الخارج انه يحقق اهدافه على الارض المصرية. نعم. بالاضافة طبعا
الناس عارفة ان احنا ماشيين في مسارين، يعني مسار مكافحة الارهاب واستعادة الامن، ومسار التنمية. مسار التنمية هو المسار الثابت عندنا، واخد بالك؟ وعشان نتحرك فيه بسرعة لابد ان احنا نقضي على الارهاب ونوفر الظروف والمناخ المناسب. بحديثك سادس اللواء عن الظروف والمناخ المناسب، هذه الفترة التي تحدث عنها سيادة اللواء تذكرنا بالعام 2012، ربما كانت فكرة التحول للجماعات التكفيرية من القمون إلى النشاط، وفي هذه الفترة كما تعلمون تم استهداف خط أنابيب للغاز، أنابيب مصرية. ما هو الرابط في الفكر بين هذه الجماعات في تلك الفترة وبين ما يحدث الآن؟ التشابه في التكتيك، استخدام نفس الأساليب، حتى الربط الأيديولوجي. يعني بعد توجيه التحية لحضرتك ولمعالي اللواء حسين، الحقيقة وأنا متشرف أن أنا موجود في صحبة سيادته في هذا اللقاء ومع حضرتك. طبعا أنت يعني شخصية محترمة جدا ومقبولة جدا من الشعب الحقيقة وكل من يتابعك. يعني صراحة الحقيقة يعني لا يمكن تصور ان التنظيمات الإرهابية بتقف في مكانها من العام 2011 و2012 وحتى الآن في العام 2018. لا، هي يعني طرأ عليها الكثير من التغيرات، وهي بالأساس صعوبة مجابهة هذه التنظيمات الإرهابية انها مجموعات ميليشيات صغيرة العدد. أول ملمح بيظهر فيها إنها شديدة المرونة وتغير من تكتيكاتها ومن خططها بشكل سريع جدا، وعندها نوع من الذكاء التكتيكي في إن هي طول الوقت قادرة تعمل خطط تتوافق مع قوات المجابهة اللي قدامها. يعني لو قوة شرطة صغيرة محدودة هي اللي بتواجه التنظيمات الإرهابية، ربما هيكون أدائها مختلف عن ما تقابل قوات مسلحة بمجموعات وبسرايا متخصصة وبقوات خاصة وبقوات مدربة لمكافحة الإرهاب وعمليات نوعية. هنا التنظيمات بتتغير الحقيقة. حصل تطور لا يمكن إغفاله، إن مع 30 يونيو 2013 ودخول القوات المسلحة المصرية بوحدات متخصصة إلى داخل سيناء، وربما دي كانت لأول مرة نشهد هذا الزخم العسكري اللي موجود لحفظ الأمن وللمحافظة على استقرار الأوضاع في داخل سيناء. هذه التنظيمات رغم أنها كانت مجموعات كبيرة جدا قبل هذا التاريخ، قبل 2013، إلى أنها وجدت أن هناك قرار لابد من اتخاذه، وهو أن تتحد جماعها حتى تستطيع مواجهة القوات المسلحة بالوحدات التي دخلت إلى منطقة شمال سيناء. وحصل توحد لهذه التنظيمات، كنا قصاد تقريبا من 10 إلى 12 تنظيم إرهابي بأسماء معلنة بيخرجوا ببيانات ولديهم تكتيكات، وهي كان فيهم تنظيمين أو ثلاثة هم اللي نفذوا اللي حضرتك أشرت إليه قبل 2013، اللي هو عمليات استهداف خطوط الغاز اللي كانت موجودة في سيناء في عمليات متكررة. الجميع انضوى تحت التنظيم اللي نفذ هذه العمليات، وكان في الوقت ده اسمه أنصار بيت المقدس. وفيما بعد بقى كلهم تحت هذه الراية حاولوا ان هم طول الوقت يغيروا من تكتيكات تحركاتهم ومن تغيير للأهداف. الأول حاولوا يهجموا على نقاط عسكرية، نقاط أمنية، مراكز للشرطة، أقوال متحركة بزرع عبوات على جوانب الطرق. وبعد كده كان هناك رغبة في محاولة، ربما شفناها في يوليو 2015 ودي كانت العملية الأكبر، محاولة السيطرة على مدينة الشيخ زويد. ودي قوات المسلحة جبهتها من الساعات الأولى اليوم 1 يوليو 2015 بانتهاء اليوم كانت استطاعت أن تجهد هذا الهجوم بالكامل وإيقاع وتكبيد خسائر فادحة في صفوف هذا التنظيم، واستطاعت أن هي تكسره. كان يعني كان هناك استنساخ للوقت ده للعمليات اللي كانت بتتم في الرقة وفي الموصل وفي غيرها. تتحدث عن الموصل وعن بعض الدول أو المدن العربية، أنتم تعلمون أن أمن مصر يمثل أمن لكل الوطن العربي. اسمح لي أن نشرك وجهة نظر عربية أخرى معنا الآن على الهواء. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من دولة الكويت الأستاذ أحمد الجار الله، الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية. أهلا بك أستاذ أحمد.
اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، اهلا بك. بداية استاذ احمد، برأيك كيف مثلت عملية سيناء 2018 ردا عمليا بأن القاهرة تمتلك كل المقومات العسكرية سواء كانت البحرية او الجوية او حتى الدفاعات الجوية وطبيعة الحال المعلوماتية المخابراتية، كيف مثلت هذه العملية ردا حقيقيا وطمأنة للدول العربية بأن مصر قادرة أن تحارب الإرهاب وأن تكون سندا قويا لكل البلاد العربية؟ شكرا على السؤال. بداية لازم نعرف أنه اللي صار الذي يحدث في سيناء هو توطين للإرهاب، وليس شوية إرهابيين موجودين ونهمل وجودهم. هذا اللي حدث في سيناء عملية توطين للإرهاب لتهديد الدولة المصرية وبعدها الدول العربية كلها بما فيها الدول الصغيرة اللي في تحالفات مع مصر. هذا التوطين شاهدنا مثيله في العراق بالموصل، وانت عارف بالموصل لما استشروا او زاد نفوذهم كانوا تقريبا كادوا ان يستولوا على العراق كلها لولا التدخل الدولي بإنهاءهم. نعم. تدخل دولي احنا بنعرفها، امريكا وبعض الدول الاجنبيه. فمصر فعلا ما كانت بحاجه الى تدخل دولي، مثل ما قلت انت عندها القدرات اللي قدرات مفرحه لشقيقاتها العربيه اللي يعانوا من الارهاب. كان عندها المعلومات عن البؤر مالتهم، كان عندها معلومات عن عددهم، وايضا كان التوقيت جيد الان لان مصر وهي تحارب الارهاب الذي يسعى الى التوطين يعني مؤيده دوليا، مؤيده عربيا، مؤيده اسلاميا في هذه الناحيه، وايضا قدراتها العسكريه لإنهاء الإرهاب في سيناء مثمن من دول عربية، من دول خليجية، من حتى دول إسلامية ومن الدول اللي تعاني من الإرهاب. نعم. لأن ممكن أن تكون سيناء حاضنة لهذا الإرهاب. نعم. وتصدره لأوروبا وتصدره للدول المجاورة كما شهدنا في مع داعش في العراق، واللي كان يصدر لجميع الدول عدا الدول اللي صنعت داعش اللي هي إيران وإسرائيل وحتى دول مع الأسف خليجية وعربية. لتبقى معي أستاذ أحمد، أعود مرة أخرى لسيادة اللواء حسين عبد الرازق. اسمح لي بس في البداية يعني أوجه تحية للأستاذ أحمد الجرالة. أنا خدمت في الكويت تقريبا 10 سنين من 2000 إلى 2011. نعم. مستشار في الحرس الوطني مع الشيخ نواف اللي هو ولي العهد. نعم. وأخيه الشيخ مشعل الأحمد، ويعني الحقيقة هم تقديرهم لمصر كبير جدا. نعم. وإيمانهم بقدرة مصر كبير جدا، وهم هنا يعني موجودين بيتدربوا معانا وبنتدرب معاهم وهم فاهمين قدراتنا كويس. نعم. هم فاهمين قدرات مصر. بحديثك عن هذه القدرات سيادة اللواء، هناك بيانات رسمية عسكرية صدرت عن الجيش المصري تحدثت عن ما تحققه القوات المسلحة من ضربات وإنجازات في سيناء وفي أماكن أخرى. برأيك إلى أي مدى أظهرت هذه البيانات حجم التقنية الموجودة لدى هؤلاء الإرهابيين الذي تحدث عنه سيادة العميد منذ دقائق؟ الحقيقة أنا من رأيي أن العملية مش بالدرجة الأولى أن أنت تقضي على الإرهاب اللي موجود في سيناء بقدر ما هي رسائل. يعني هي رسائل لكل من هو في الداخل بيعمل للإضرار بالدولة المصرية،
وكل من هو في الخارج يدعمه ويوفر له الإمكانيات والقدرات والغطاء السياسي والإعلامي وما شابه. ان دي القوات المسلحه المصريه زي ما كنتوش واخدين بالكم، يعني انتوا معاكم شويه وتتفجروا وعملوا بتاع، لا احنا قادرين نسيطر على الارض المصريه كليه ونجيب دول من جحورهم ومن خباياهم ومن ونفشل نوايا بتاعهم ونفشل نوايا. اذا انتوا بتلعبوا لعب عابس جدا. والدوله المصريه بتقول لكم لا، لو قعدتوا 100 سنه بامكانياتنا وقدراتنا اللي انتم مش مقدرينها فيما يبدو، انتم فاكرين مثلا تغتالوا بعض الجنود وبعض الضباط الكلام ده كده، ان ده ممكن ياثر على الدوله المصريه او القوات المسلحه. لا، الدوله المصريه ادي قوتها يعني، وهي برضو مش القوه الكامله، ولكن احنا من القوات البحريه الافرع كلها، القوات البحريه، القوات الجويه، القوات البريه، بالك العناصر المساعده برضو اللي بالتعاون مع قوات الشرطه، الامن الوطني، المخابرات. طبعا اصل الحاجات دي كلها يعني بتشتغل يعني في التناسق، يعني ما تقدرش تعمل عمليه زي كده الا ما تكون جميع اجهزه الامن سواء التابعه للقوات المسلحه او التابعه لوزاره الداخليه او المخابرات العامه جمعت كافه البيانات وحطت الكلام اللي على خريطه وتطلع القوات على اهداف محدده. ربما هذه المعلومات وهذه التركيبه من المعلومات هي ما جعلت اختيار هذا التوقيت للقيام بهذه العمليه. لا، هو من ناحيه التوقيت يعني انا يعني برضو انا ظني ان ما حدث في مسجد الروضه وما اثاره من غضب كبير جدا سواء بين المقاتلين في قوات السلاحه والشرطه وافراد الشعب مثالها عجل قوي باستخدام هذه القوه الغاشمه زي ما قال الرئيس للضرب بقوه واقتلاع جذور الارهاب وتهيئه المناخ المناسب لمواصله المشروعات. ربما وهذه النقطه بالتحديد تفجير مسجد الروضه اذهب به اليك سياده العميد، الى اي مدى يتفهم العالم الان ان مصر حقيقه تحارب الارهاب في سيناء وفي اماكن اخرى بالداخل المصري؟ نرى اشاده من الولايات المتحده الامريكيه، دعم روسي الى حد ما، و تفهم ودعم إسبانيا أيضا للدور المحوري المصري. يعني أنا بشوف الحقيقة هناك تغير في النظرة الدولية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب. الحقيقة ربما حتى قبل هذه العملية وقبل عملية مسجد الروضة، ربما مسجد الروضة أثارت ألم شديد فعلا وأثارت حالة من الغضب كون استهداف مدنيين بهذا القدر وبهذا العدد الكبير من الضحايا، اسلوب تنفيذ العمليه وغيره. الحقيقه يعني اصاب الجميع بشكل من اشكال الالم والاسى والغضب والرغبه في البدء في عمل عسكري وامني شامل بالفعل كما نحن بصدد الان. لكن لا يمكن اغفال ان مصر كانت رئيسه لجنه مكافحه الارهاب في منظمه الامم المتحده، وهي المنظمه الاولى على مستوى العالم طوال عامين ماضيين الحقيقه، وده كان يعني اشاده مبطنه واشاده واقعيه بان الدوله المصريه واجهزتها الحقيقه عندها قدرات متميزه من اللحظه الاولى تعمل بمفردها، الا فقط الدعم المعنوي العربي والدعم السياسي العربي للاشقاء وعلى وجه الخصوص الاشقاء في الخليج الحقيقه. وقوف مشرف من اللحظه الاولى من اول 30 يونيو 2013 وهم يقفوا معنا في نفس الصف، دعم سياسي غير محدود، دعم اقتصادي، دعم بكل الاشكال التي تطلبها مصر، كانوا حاضرين وربما من قبل ان تطلبها مصر، وده كان بيحقق الحقيقة منظومة وتناغم عربي مطلوب. لأن احنا أستاذ أحمد من الكويت الحقيقة أشار لنقطة مهمة يعني هقف عندها دقيقة واحدة، الخاصة برغبة التنظيمات الإرهابية ومن يدعم هذه التنظيمات من الأطراف الدولية وغيره إلى توطين الإرهاب في أماكن بعينها. هو أشار إلى كلمة صحيحة تماما، مسألة التوطين. إحنا كنا موجودين في سيناء في العام 2011 وشفنا فعلا رغبة دولية وتجمع لعناصر قبل حتى ما يطلقوا النيران ولا يشكلوا تهديد، في عناصر بيتم دفعها ويراد بها الامر ليس عشوائيا، لا يراد الكلمه اللي استخدمها استاذ احمد دقيقه للغايه، يراد توطين الارهاب في هذه المنطقه على وجه التحديد، ومنها للانطلاق بقى الى مختلف الدول العربيه الاخرى او الى الجانب الاوروبي على الضفه الثانيه من المتوسط. يعني الامر ليس في اللحظه الراهنه الحقيقه او في الفصل الجديد من فصول الارهاب
الأخيرة خلال السنوات السابقة القصيرة. احنا جميع الدول العربية بتواجه إرهاب دولي وإرهاب عابر للحدود. ربما هذا ما دعا دولة الكويت لإقامة مؤتمر دولي صحيح. مكافحة الإرهاب صحيح. نذهب بهذا المؤتمر إلى الكويت مرة أخرى عبر الأقمار الصناعي الأستاذ أحمد الجار الله. 75 دولة أستاذ أحمد شاركت في هذا المؤتمر، برأيك أهم مخرجات هذا المؤتمر، أهم ما خرج به لمحاربة الإرهاب على أرض الواقع؟ محاربة الإرهاب في بعد الإدارة الأمريكية الجديدة غيره في السابق أيام إدارة أوباما. يعني احنا بنلاحظ فعلا انه المحاربة الإرهاب يحظى بزخم من التأييد الدولي والتأييد العربي والتأييد في كل المنطقة. اثنين، ما حدث من عمليات إرهابية في السابق الآن تبين مين وراها، وهذا شيء مهم. يعني مثلا داعش، يعني الكل يتساءل لماذا داعش مثلا مركز عملياتها في بعض الدول لكن إيران ما نلاقي فيها، مثلا قطر ما نلاقي فيها، مثلا إسرائيل ما نلاقي داعش، مثلا في بعض الدول مثل أمريكا ما نلاقي داعش. نعم. فكان يعني من يقف وراء الإرهاب أو من يصنع هذا الإرهاب تبين للناس الآن. ولذلك أنا أعتقد قضية أو تجربة داعش لن تتكرر الآن، إلا يمكن تطلع تخرج علينا بثوب آخر، واللي هو كان ممكن أن يكون في عبر التوطين في سيناء. لكن سيناء غير مصر، غير العراق. العراق سيناء أو مصر فيها حكم وطني توجهه واحد هو خدمة بلده. لكن مثلا في العراق لما كانت الفوضى حنلاقي توجهات عدة، ناس بتخدم إيران، ناس بتخدم دول أخرى، ناس بتخدم يمكن حتى إسرائيل، ناس بتخدم ناس مع الإرهاب، في مع داعش، مع تسمين داعش، ناس يعني يغض النظر. لكن في مصر عندما يعني شعر الرئيس السيسي أن هناك نوع من التوطين، يعني لابد أنه يعني أخذ مباركة العالم كلها أنه سينهي هذا، وهو قرار وطني وقرار مفرح. إلى جانب أننا إحنا تابعنا هذا الموضوع وشاهدنا الآليات المصرية وشاهدنا الخطط المصرية، يعني حتى اللي يقتل من الإرهابيين وليس من الجيش المصري ولا من أجهزة الأمن المصرية، وهذا شيء طيب. يعني هي قدرات، سنتحدث عن هذه القدرات في منطقة الخليج وحتى نعم. في الدول العربية. أستاذ أحمد ابقى معي، بما أنك ذكرت بعض القدرات التي تحدثت عنها لن أتوجه بها إلى سيادة اللواء حسين، كيف شكلت هذه العملية نطاقا لاستعراض قدرات القوات المسلحة المصرية على ما يسمى لديكم بالتطويع التكتيكي للمقربات الأمنية الحديثة؟ لا، هي القوات المسلحة يعني ومنذ فترة بتعمل على تحديث قدراتها في مختلف المجالات، وطبقا لتقديرات موقف بتقول ما هي التحديات المنظورة، ما هو التهديد المنظور اللي ممكن أن يقابل الدولة المصرية سواء في المدى القريب أو المدى المتوسط أو المدى البعيد. وبناء على ذلك بتستجب أو يعني إحنا شفنا كثير من القدرات وكثير من الإمكانيات الحديثة والمتطورة. يمكن في بعض الحاجات ما بتظهرش للناس، يعني الناس بتشوف المسترال، الناس بتشوف الطائرات الحديثة، الناس بتشوف
الغواصات الحديثة، الدبابات الحديثة، ولكن ما بتشوفش حاجات فنية بتقنية عالية جدا بتزود بها القوات، وخاصة القوات المكلفة بمكافحة الإرهاب. يعني احنا عندنا النهاردة مثلا قدرة على رصد كثير مما يعتقد هم أنه يعني ممكن إخفاؤه، رصد الاتصالات واخد بالك، وعندنا قدرة أيضا على يعني متابعة. طبعا كل ده بيتم مش بإمكانية القوات المسلحة، ولكن أيضا بالتعاون مع أجهزة الشرطة، مع الأمن الوطني، مع المخابرات. يعني كان في منظومة كاملة، وأعتقد هذه المنظومة في خلال يعني نقول الأربع خمس سنين اللي فاتوا حظيت بكثير جدا من الدعم التقني والفني اللي ممكن يتعامل مع مثل هذا النوع من المخاطر التي تؤثر على الأمن القومي. كانت مرصودة يعني في إطار التحليل الشامل السياسي للأوضاع العالمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما يستهدف مصر، كل ده كان مرصود عند القيادة السياسية والقيادة العسكرية. وبناء على هذا يعني كان كل هذه الاستعداد اللي احنا بنشوفها النهاردة بتعمل بكفاءة كاملة وبتعبر عن فهم الدولة المصرية. إذن المعلومات هي أحد العوامل المهمة، هناك عوامل أخرى أذهب بها لسيادة العميد. أهم عوامل نجاح الجيش المصري في هذه المعركة، خاصة ونحن نتحدث عن البعد ربما عن سياسة الأحلاف وفقط بجهد وعرق المصريين خالص من أبناء الجيش المصري. لو الدولة المصرية اتخذت قرار سيادي بالاعتماد على قدراتها الذاتية وتعظيم هذه القدرات، لأنها قدرات هتخوض بيها مكافحة داخل حدود مصر وتكون جاهزة لتقديم أي دعم يطلب منها للأشقاء العرب اللي موجودين معها في تحالفات العربية الرئيسية اللي موجودة في المنطقة. الحقيقة ده دفع فعلا الدولة المصرية أو القوات المسلحة بقى، أو أن الدولة تكلف القوات المسلحة بتطوير كل المنظومات الحديثة لمجابهة الأخطار الحديثة. يعني النهاردة ربما شاهدنا في المقاطع المصورة ظهور جديد لقوات الصاعقة المصرية، ظهور جديد للمظليين، لسلاح المظليين واشتراكه في عمليات مكافحة الإرهاب. شفنا القوات الخاصة البحرية لأول مرة، ربما هي قوات موجودة منذ حرب الاستنزاف وما قبل تاريخ، لكن لأول مرة يشاهدها الشعب المصري، وأظن أن دخل عليها شكل جديد جدا من التطوير وإمداد هذه القوات بالتقنيات الحديثة. النهاردة الدول كلها مش مصر وحدها الحقيقة بتجابه أخطار غير تقليدية، وأخطار هي الأخرى ظهر عليها درجة عالية جدا من الحداثة ومن التطوير. بدأت مصر خلال هذه الفترة السنوات اللي بنتحدث عنها إنها تعظم من قدراتها غير التقليدية وأسلحتها المتخصصة في مجابهة أخطار بعينها تكون ليها الدعم الأكبر. عندما شاهدنا على سبيل المثال نسق بحري يقوم بعمليات تأمين للنقاط الاقتصادية الاستراتيجية اللي موجودة في المياه الإقليمية المصرية. يعني لما شفنا ده لمشروعات مصر هتحميها من قبل القوات المسلحة المصرية. ومع كل هذه الأعمال العسكرية والقتالية الكبيرة في سيناء، الدنيا تسير بشكل طبيعي في الملاحة في قناة السويس. وده المستهدف الحقيقة، وده المستهدف، ان انت ان مع شمولية هذه العملية ومع كبرى هذه العملية ألا تعطل أي مسار من مسارات، إن كان مسار الملاحي في قناة السويس، المشروعات الاقتصادية اللي موجودة في المياه الإقليمية في البحر المتوسط، المشروعات الكبرى العملاقة اللي موجودة على البر في محافظات مصر المختلفة، وإلا هنا يبقى عندك خلل. لا، أنت بتبقى من داخل تكليفات العملية العسكرية والأمنية المشتركة أن يكون ألا تؤثر هذا العمل، بل بالعكس هي تحافظ على سير هذا النسق من المشروعات والأداءات الاقتصادية الأخرى للدولة المصرية، تحافظ عليها بنفس درجة تدفقها وسيرها الطبيعي. ربما نجاح في أداء عسكري في مصر وحتى حفاظ على الأداء الاقتصادي، لكن هناك فشل سياسي ربما في روما. أذهب إلى الكويت مرة أخرى أستاذ أحمد. 12 وزير دفاع في لدول أعضاء تحالف الدول لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع لهم في روما أخفقوا الثلاثاء في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سوريا، والذين قد يشكلون أيضا تهديدا أمنيا
خطيرا إذا سمح لهم بالإفلات من العدالة. برأيك ألا يؤشر ذلك على وجود عوار ربما في بنية هذا التحالف، وأن هناك حاجة لوضع رؤية جديدة ربما تأتي أيضا من خبرات دول ناجحة في مكافحة الإرهاب؟ لا أقول لكم، مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة احنا شاهدناها غير ما كانت عليه في السابق. في السابق نجدها تتردد أمام دعاوي ما يسمى حقوق الإنسان ودعاوي المؤسسات الأخرى اللي هي أساسا مخترقة، بعضها مخترق من الإرهاب نفسه. فتجد هذه الدول احيانا متردده في شو اسمها او العلعله في قضيه قوانينها وحريه الافراد وما الى ذلك. لكن الان بعد ان عانى العالم من الارهاب ومن القتل ومن تاخر التنميه وما الى ذلك، يعني هؤلاء لابد في الآخر أن يتفقوا على صيغ. احنا شاهدناها، يعني مصر اليوم وهي تكافح الإرهاب تحظى بتأييد دولي، تحظى بتأييد عربي، تحظى بتأييد كل الدول، أمريكا، أوروبا، الاتحاد الأوروبي، الخليج، كل هذه الدول اللي في السابق احنا كنا نشهد مع الأسف من يتنطح بحقوق الإنسان. أي حقوق الإنسان؟ واحد يقتلك وكذا ومن تسمح له بمحاكمة طويلة تطيل الجزاء وتخلي غيره يتشجع يقتل واحد آخر. فالآن الوضع يعني مختلف، الوضع الآن مختلف، وكل هذه الدول مؤيدة. وزي ما قلت لك الآن احنا انا مع الاخ اللي تحدث انه هذا المكافحه على لا تؤثر على سير العمل، واحنا شاهدناها في مصر لم سيادة تؤثر العميد على خالد سير أوكاش. العمل نعم. هذا جيد علشان الناس علشان الناس يعني تستمر في اعمالها وتستمر. اوكي احنا بنكافح الارهاب في منطقه ما تتاثرش القاهره بما يحدث في سيناء. اثنين احنا نخلص من الارهاب، نفتح سيناء كمنطقه للاستثمار الدولي، للاستثمار المحلي بمزايا طيبه، بحيث انه الموجودين فيها هم يحاربوا الارهاب في المستقبل، او اي انسان يطمع في ان يتوطن في هذه المنطقه. وهذه ايضا شبه جزيره سيناء فيها اشياء كثيره واعده، ممكن ان تكون صناعات زراعيه، ممكن ان تكون صناعات اخرى بمزايا معينه. نعم، بمزايا مريحه للمستثمر، وهؤلاء ينتهوا. نعم، يبدو أنك تعرف مصر مثل المصريين. أستاذ أحمد ابقى معي، أعود إليك سيادة اللواء. وربما الأستاذ أحمد يقول هناك عمليات في سيناء ولا تتأثر القاهرة، أزيد على شعره بيتا أقول لا تتأثر أو تتأثر الملاحة في سيناء كما قلنا. هو بس يعني من التوجيهات اللي بتصدر، يعني الناس بتشوف مثلا الرئيس بيدي تكليف محدد كده مختصر، إنما بعد كده هذا الأمر بيتحول إلى ما يسمى بالتوجيهات. يعني إيه الحدود اللي هتروح فيها هذه العملية؟ القضاء على الإرهاب، بس في محددات معينة أخرى. منها الحفاظ على الملاحة الدولية. ثانيا تأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية للدولة كلها بالتعاون بين القوى المسلحة وبين الشرطة. ثالثا الحفاظ على نمط الحياة الطبيعية وبرامج التنمية في الدولة، حتى لا يصدر بعض المعارضين لما تقوم به مصر فكرة أن مصر في حالة حرب ممكن يأثر على السياحة، وإحنا ما صدقنا أن احنا نستعين السياحة. إذن في توجيهات محددة بتروح للقوات أو اعتبارات يجب مراعاتها وانت بتخطط. لكن هي معادلة صعبة أن نعلن صراحة أننا في حالة حرب بكل أسلحتنا وقواتنا، وفي نفس التوقيت ندعو للسياحة.
بالتأكيد احنا عايزين الشعب، انت عارف تماسك الشعب ووقوفه وتأييده هيخلق بطبعه نمط حياة طبيعية، يعني بس مجرد اعلان التأييد، يعني مش عايزين مسامير كده تضرب في ظهر المقاتلين وهم بيحاربوا. الناس اللي بتصدر الكلام والشائعات والكلام ده كله يعرفوا ان ده امن بلد، واخد بالك، وان دي قيم عالية. ان يعني كونك انك تبقى مواطن مصري ويعني وتعمل مثل هذه الامور، يعني اعتقد ان ده مش سليم. وربما ما تتفضل به الان سيادة اللواء، دعت اليه القوات المسلحة، سيادة العميد دعت الشعب المصري للوقوف خلف قواته المسلحة. ما هو المطلوب من المواطن المصري في هذه الفترة؟ يعني فضلا فعلا على ما تفضل به سيادة اللواء والخاص بالدعم النفسي والدعم المعنوي، وده شيء في غاية الأهمية، مطلوب في كل موقع من مواقع العمل اللي موجودة من المواطن المصري ان هو يكون بيعمل بكل طاقته وبالقدر العالي من الكفاءة. يعني ما لفت انتباهنا ونحن نتحدث هنا في الاستوديو والضيف في الكويت يتحدث بنفس الاهتمام على نفس الخط، اقصد ان هذه المعادلة مهمة، مسألة ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية خلاص نازلة بتعمل عملية امنية وعسكرية لمكافحة الارهاب. من الضروري الا تتأثر، يعني ربما زي ما قال الاستاذ، القاهره ووضعها كرمز ان العاصمه تتحرك بتحركاتها الاعتياديه والطبيعيه، لان ده يشكل دعم هائل لهذا العمل، ان احنا تبقى عواصم محافظاتنا كلها تشهد تسارع في برامج التنميه وليس تاثرا بالعمل العسكري والامني، ان احنا نشوف المشروعات بتسير باليه وبنسق اكثر سخونه مما كان عليه الاوضاع قبل العمل العسكري، ان احنا نكون مبادرين بمبادرات مدنيه لتقديم كل اشكال الدعم. الحقيقه من المهم ان احنا نقول ان في مبادرات مدنيه شغاله على اهلنا في شمال سيناء اللي بيتعرضوا لبعض من التضييقات بطبيعه ان هم موجودين في مسرح عمليات، ربما هو محافظات مصر كلها ربما بتشهد اعمال عسكريه وامنيه، لكن شمال سيناء على وجه التحديد لان المدن اللي موجوده هناك هم يعني بالطبيعه يعني انها موجوده جوه مسرح العمليات. ومن اللحظه الاولى في حريه الحركه مثلا بالزبط. على الطرق الرئيسه وغيرها، يعني في شويه الحركه ما هياش سلسه في بعض من البضائع ما بتصلش في وقتها المناسب. الحقيقة من اللحظة الأولى يعني دي المخاوف، لكن حتى انتظام العملية التعليمية والدراسية بالضبط من اللحظة الأولى حصل إشارة إن وفي شغل مدني حاصل وشغل منتبهة لمؤسسات الدولة المختلفة إنها تبقى حاضرة مع المواطن من اللحظة الأولى وإنها تفكك مثل هذه المشكلات. يعني ده منتبهة ليه الخطة الموضوعة وكلفت ناس بعينها ومؤسسات ده بعينها. ده أحد الاعتبارات من ضمن الاعتبارات اللي أنا قلتها، ده واحد من الاعتبارات إن احنا نراعي يعني اولا حماية المدنيين في مناطق العمليات، ثانيا توفير كل سبل الحياة الضرورية لهم سواء من مواد غذائية او وقود او خدمات طبية او ما شابه. دي واحد برضو من الاعتبارات اللي بتصدر في التوجيهات بتاع القائد الاعلى قوات المسلحة. وتحدثت عن القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما استاذ احمد الجرالة الرئيس السيسي دائما يقول امن مصر هو جزء من امن الخليج وامن الوطن العربي. برايك هذه الرسالة التي دائما ما يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ذاهبة لمن؟ مش سامع. هل تسمعني بوضوح الآن أستاذ أحمد؟ الآن تسمعني جيدا؟ أسألك عن المقولة الثابتة للرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن أمن مصر هو جزء من أمن الوطن العربي وأمن الخليج. أستاذ أحمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ أحمد الجرالة، سنحاول الاتصال مرة أخرى. ربما أذهب إليك سيادة العميد بهذا السؤال، أمن مصر هو جزء من أمن الخليج؟ هو هنا السيد الرئيس الحقيقة بيضع معادلة الأمن القومي المصري في صميمها، يعني هو كده بيتحدث عن النطاق الإقليمي لهذه المعادلة. الأمن القومي المصري لا ينتهي عند حدود الدولة المصرية، لكن لديه مجموعة من الدوائر والنطاقات الارتباط
بمساحات محددة في الإقليم. حديث السيد الرئيس عن أن أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر، نعم، وأنه شديد الارتباط بالأمن المصري، هو بذلك يرسخ معادلة أمن قومي مصرية حقيقية الحقيقة وواقعية في نفس الوقت. مصر لا تقبل تهديد أو أي اختلال لأمن دول الخليج بأي قدر من بأي شكل أو بأي صورة من الصور، والمعادلة تبادلية. لكن سؤالي المباشر سيادة العميد، من هو المعني بهذه الرسالة؟ كل من يفكر بتهديد دول الخليج. الأمر متسع، مش لدول بعينها، ومش تحدث مثلا شرقا غربا شمالا. بيتكلم على إيران. احنا مش بنخجل ان احنا نقول الأسماء، لكن أقصد ان هذه معادلة مفتوحة لكل من يحاول ان يشكل هذا القدر من التهديد. على سبيل المثال غير المتوقع مثلا ان احدى دول الخليج نفسها شكلت تهديد حتى بعد إطلاق هذا التصريح، وهي دولة قطر. استدعى ذلك أن يكون هناك تحالفا أو اتفاقا عربيا، وهي ثلاث دول خليجية مع مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، نعم، لمقاطعة هذه الدولة سياسيا واتخاذ بعض من الإجراءات الدبلوماسية اللي هي تجاه هذه الدولة، تحذرها وتنبهها أنها بتشكل نوع من أنواع العبث بأمن الخليج والأمن العربي يعني. وكانت الخطوة دي خطوة في صميم الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي. يعني أقصد أن إطلاق هذه الجملة من القيادة المصرية لم تكن تقصد حد بعينه، لكن تقصد المساحات والنطاقات اللي هتشتغل عليها الاهتمام المصري، اللي الاهتمام المصري بيقول ان امن الخليج من صميم الامن العربي، زي فلسطين، زي ما نتحدث عن ملف القضية الفلسطينية، هو القضية المركزية والتاريخية للدولة المصرية. يعني هذا الامر برضو مش موجه للاحتلال الاسرائيلي فقط، لا، موجه لكل ما يحاول ان يجعل بهذا الملف، او ان هو يعني يعرقل من حلول للقضيه الفلسطينيه. لا، مصر هتفضل طول الوقت تبذل اقصى ما يمكنها من جهد على سبيل دي احد محاور الامن القومي المصري الرئيسي، بنتعامل مع قضيتنا المركزيه عربيا ومصريا ايضا. فهنا وكان المثال الأخير أو الأحدث هو التقدم بخطوات دبلوماسية وسياسية تجاه قرارا أمريكيا باعتبار القدس الأخير. نعم. فيعني ما كانش بقول المعادلات اللي من النوع ده بتبقى مش موجهة لحد بعينه قد ما موجهة للعنوان الذي تتحدث عنه الدولة المصرية. كيف ترى هذه النقطة سيادة اللواء؟ هو الرئيس السيسي ابن المؤسسة العسكرية المصرية، وفي العقيدة بتاعتها إن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي العربي، كما أن الأمن القومي العربي مرتبط بأمن مصر. وإحنا شفنا مصر لما كانت يعني جزء أنا من مش هقول جزء أنا جزء. مش هقول يعني ما قدمته مصر الدول العربية، لأنه معروف للجميع، يعني سواء في مجال يعني النهضة، سواء في مجال العسكري والأمن المباشر لهذه الدول في بعض المراحل، أو سواء في الدعم اللي قدمته مصر مثلا في عملية تحرير الكويت، نعم، واخد بالك ليه؟ لأن ده مرتبط بالأمن القومي العربي. كمان بنلاحظ انت لو شفت 73 احنا ما كناش في الحرب لوحدنا، كان في عندنا عناصر من الدول العربية، من الكويت ومن الإمارات ومن السودان ومن العراق، كان هناك دعم اقتصادي ومن أيضا. العراق. إذا مفهوم ارتباط الأمن القومي العربي بمصر وارتباط مصر بالأمن العربي ده دكترين، يعني دي يعرف عقيدة موجودة من زمان وراسخة، والرئيس السيسي يعني بحكم انتمائه للمؤسسة العسكرية درس هذا الأمر وراسخ في يقينه، كما هو راسخ في يقين جميع العسكريين وجميع المهتمين بشؤون الأمن القومي. ربما سؤال لك سيادة العميد، تتكلف مصر سنويا بسبب الإرهاب طبقا لكثير من التقارير حوالي 1.2 مليار دولار بحسب مؤشر السلام العالمي. إلى أي مدى ستذهب عملية سيناء 2018 لخفض هذه النسبة؟
أعتقد أنها من مستهدفات العملية أنها تقلص من الخسائر اللي بتتكبدها مصر جراء هذه النشاطات الإرهابية والعبث بالأمن أو معادلة الأمن المصري بنشاطات خارجة على القانون من هذا النوع. أنا أظن أن عملية بهذا القدر من الشمولية بخطط استباقية خضعت لكثير من الدراسة والتدقيق من قبل غرف العمليات العسكرية والأمنية وربما الغرف المشتركة اللي شارك فيها أجهزة الاستخبارات وغيره كما هو متوقع. أنا أظن أن احنا بنفتح فصل جديد ستدخل مصر ربما في النصف الثاني من العام 2018 تكون مستوى المخاطر ومستوى التهديدات بأدنى مستوياته حتى نكون أكثر شفافية وأكثر صراحة ربما تنتهي هذه العملية وتنجح في القضاء على الإرهاب كعملية عسكرية أمنية مشترك. لكن الحرب على الإرهاب لازالت مستمر. إحنا لا نتعامل مع إرهاب محلي، إحنا نتعامل مع إرهاب إقليمي، معادلة إقليمية نحن شديدين الارتباط بيها. كما أشرنا إلى معادلات الأمن القومي، معادلات التهديد هي الأخرى نفس السياق. إحنا لن تحل المشكلة أو لن تنتهي الحرب على الإرهاب إلا بعد أن تستعيد ليبيا استقرارها، إلا بعد أن يكون هناك في سوريا وضع آمن، إلا بعد أن يتم القضاء والتطهير الكامل في العراق وغيره حتى تستطيع أن تتحدث أن هناك انتهاء للحرب على الإرهاب. لكن كما أشرت حضرتك المستهدف من العملية هو خفض كل التأثيرات السلبية اللي بتحدث على الأراضي المصرية من خلال هذه العملية واسترداد الحالة الأمنية المصرية. ربما الوقت يداهمنا بقوة، لكن لابد أن أذهب مرة أخرى إلى الكويت. الأستاذ أحمد الجرالة عاد إلينا، وسؤالي الأخير لك في هذه الحلقة أيضا أستاذ أحمد، أهم الرسائل برأيك التي بعثت بها مصر في سيناء، هذه العملية سيناء 2018 بعثت بها للإرهابيين، للشعب المصري ولدول الجوار وحتى للمجتمع الدولي؟ أستاذ، عندما خطف الإخوان المسلمين مصر يعني كنا في حالة سيئة، وعندما ثار الشعب المصري في 30 يونيو كنا أسعد الناس لإسقاط هؤلاء الخاطفين بقدرات مصر وتوجيهها توجيهات أخرى غير اللي اعتدنا لها. مصر دائما الملجأ لها في الضرورات، احنا لجأنا لها في ايام احتلال الكويت من عبد الكريم قاسم، من صدام حسين، احنا رجعنا لها لما دخلنا حرب اليمن لإسقاط الإيرانيين اللي موجودين واللي مع عملائهم الحوثيين. فإذا احنا يعني نتابع بكل حواسنا النصر القادم في إسقاط أي الإرهابيين اللي موجودين في سيناء واللي نخشى أن يتوطنوا، هذا واجد مهم. أيضا يسعدنا أن مصر بتقوم بالعمليات هذه في نفس الوقت لم تتأثر الجبهة الداخلية فيها. أشكرك شكرا جزيلا عبر الأقمار الصناعية من دولة الكويت، وحركة الاقتصادية ماشية وكل شيء. اتضحت وجهة نظرك واعتذر منك لانتهاء وقت هذه الحلقة. الأستاذ أحمد الجرالة الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة السياسة كنت معي عبر أقمار الصناعية من الكويت. أيضا أشكركما شكرا جزيلا شرفتماني في هذه الحلقة سيادة اللواء حسين عبد الرازق الخبير الاستراتيجي خبير الأمن القومي وقائد قوات حفظ السلام في سراييفو وأنغولا سابقا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاش عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، شرفتماني مرة أخرى في هذه الحلقة. إذن مصر ماضية إلى الأمام بدماء أبنائها وبجهد رجالها. تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، وهذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.